المشاهد المؤثرة جدا هنسمعها من المقدم محمد أمين رئيس مباحث الهرم، وهو من المصابين في عملية التفجير، العملية الإرهابية اللي تمت في شارع الهرم خلال الساعات القليلة الماضية. مقدم محمد، الحمد لله على سلامتك. ربنا يخلي حضرتك يا استاذ وائل، مساء الخير يا فندم. مساء الخير والحمد لله على السلامة، وإن شاء الله تواصل شغلك وجهودك للثأر لزملائك الشهداء وللوطن أيضا، وللتخلص من كل العصابات المسلحة سواء كانت إرهابا أو جريمة منظمة. مقدم محمد، تقول لي حضرتك يعني بعض التفاصيل كده، كيف أصبت في العملية الإرهابية؟ أولا بس أنا بس أسمح سعادتك إن أنا ماليش الحق إن أنا أعمل مداخلة، بس اسمح طبعا الاعلام والعلاقات في الوزاره لا اتحدث مع حضرتك في البرنامج بصفتي شاهد واقع. اولا انا يعني بتمنى من شعب مصر كله يترحم ويرى الفتحة لجميع شهدائنا سواء في الواقعة دي او الواقعة الاخرى. الضباط اللي معايا دي كلهم ابطال وناس داخله المكان وعارفه ان احنا ممكن يحصل فينا حاجه ومحدش فيهم متاخر. يعني كنتوا داخلين المكان وعارفين انه المكان فيه عارفين خطورة المكان وعارفين خطورة الكميات اللي موجودة فيه وربنا كرمنا ودخلنا المكان وظبطنا الأربع متهمين وشفنا المضبوطات كلها كانت موجودة قدامنا. الشقة كانت حوالي 70 متر، عبارة عن صالة وأوضتين. الصالة فيها مكونات كتيرة جدا بتستخدم في الدوائر الكهربائية اللي بتستخدم في العبوات، الموضوع مش عبارة واحدة ولا اتنين. الكمية اللي موجودة يعني تقدر نقول ان هي ممكن تدمر مصر كلها. تدمر مصر كلها؟ كلها، وانا بقول كده صدق، انا شاهد واقعة وانا شايف بعينيا. وهذه المتفجرات كان هيتم استخدامها خلال الايام القادمة. هو كان في تفعيل لاستخدام الحاجات دي بدءا من امبارح، من اول امبارح يوم الجمعة، امبارح الجمعة 22/1. وغير ان في اوضة جوه عبارة عن مركز كبير، يعني مركز صيانة كبير، ان من ضمن المتهمين احنا ظبطناهم مهندس ميكانيكا خريج 2008 جامعة القاهرة، عامل تقنيات عالية جدا في التوصيلات الكهربائية، بوردات كتيرة، ايسيهات كتيرة، مقاومات كتيرة، اجهزة انذار، عربيات تستخدم عشان يستخدموا، ان هم عارفين بعد كده الموضوع التليفونات بقى بالنسبة لنا بنعرف نتعامل معاه، بيستخدموا التفجيرات عن طريق الريموت بتاع السنتر العربيات. ظبطنا كمية تليفونات كتيرة، شرائح تليفون جديدة كتيرة. احنا برضو ساعتك انا بقى يعني بستغل البرنامج مع حضرتك بخاطب شركات المحمول تساعدنا في عدم بيع خطوط بدون عقود وبدون بيانات. انا هفتح قوسين بقى هنا، المسألة مش محتاجة ابقى خاطب بقى، المسألة محتاجة المسألة محتاجة انه لابد من الغاء الخطوط المجهولة، مجهولة البيانات بكل الوسائل. بص حضرتك، السلبيات كتيرة بس السلبيات بتاعت الداخلية هي بس اللي بتبان. انا عاوز استنصح حضرتك ان كله يشترك عشان نحافظ على بلدنا. الداخليه مش هتشتغل لوحديها. عند حضرتك حق، وده موضوع انا هننتهز التحذير اللي انت اطلقته لانك بتطلقه من موقع المسؤوليه ومن موقع الشهاده. حضرتك الاعلام حضرتك ليه دور كبير قوي في التوجيه، ان حضرتك احنا بقالنا 3 ايام الناس كلها عماله تحكي روايات وكل واحد بيحكي من دماغه ومحدش يعرف الحقيقه، احنا اللي شفنا الحقيقه واحنا كنا موجودين. طيب يبقى اولا حضرتك بتقول لانه كمان كان في ادعاءات ان الارهابيون نصبوا كمينا، يعني ما حصلش الكلام، استدرجوا قوات الامن وقاموا بالتفجير. يعني ما حصلش الكلام ده، المتهمين كانوا مظبوطين واحنا تحت سيطرتنا واحكامنا السيطره عليهم، واحنا اثناء التفتيش والبحث عن بقيه الكميات اللي موجوده انفجرت العبوه، عبوة شديدة للغاية. احنا حقا كنا موجودين 7 ضباط في المكان، ومعانا 3 افراد، معانا 6 افراد، ومعانا حوالي 6 او 7 مجندين جوه الشقة في حوالي 70 متر. احنا كلنا كل واحد في حتة فينا مكلف بيعمل حاجة في المكان. واثناء قيام السيد الضابط عمرو بيه عبد الخالي الله يرحمه ويسامحه بفحص العبوة اللي كانت موجودة، ان كان معانا عنصر اللي عبارة عن الكلب الخاص بالمفرقعات، جلس على العبوة وأدى إشارة إن هي دي مادة متفجرة،
مع بيت الفحص العبوة حصل انفجار شديد. الانفجار ده رأسي في أفقي، بس كان رأسي أقوى، خد الغرفة اللي كان فيها العبوة بالضابط بالأمين اللي معاه بالعنصر اللي معاه ونزل بيهم على تحت، والموجة الانفجارية الأفقية خدتنا احنا كلنا حوالي 6 ضباط الباقيين أو 5 ضباط الباقيين. توفى على الحال على طول ضابط الأمن المركزي محمود بابو المجد، وأصيب إصابة بالغة المقدم الشهيد أحمد الرفاعي كان ورا ضابط الأمن المركزي، وفي ضابط المقدم أحمد عصام ده كان بعديه إصابته بالغة، وبعدين أنا واتنين ضباط كمان كنا بعديهم على طول، وانفجر بينا المكان تماما. أنا كنت جنب البلكونة وجنب المتهمين، البلكونة طارت كلنا وقعنا، حصل تدافع من عند الخروج من كمية الدخان والبارود اللي موجودة. خرجنا كلنا من المكان، انا ما اعرفش مين اللي خرج ومين، ما شفتش حد خرج، كلنا ما حدش شاف حد. لا يعني انت حضرتك، انا اسف بس حضرتك كنت في البلكونه مع المتهمين، يعني انتوا قبضتوا؟ ما فيش، احنا قبضنا على المتهمين. البلكونه دي على الصاله بره، والصاله دي على طرقه، المساحه كلها 70 متر، احنا كنا موجودين. المتهمين كم واحد؟ اربعه يا فندم، اربعه يا فندم، كانوا اربعه معاكم؟ اربعه يا فندم. البلكونه وقعت بيكم على فين؟ والاربعه سعادتك مطلوبين في قضيه اخرى، ومطلوبين في احكام، ومن عناصر خطره جدا اللي هي كانت بتجهز لاعمال كبيره جدا في ان شاء الله، يعني كان عندهم النيه يعملوها في 25 يناير والاسبوع دوت. وعاوز اقول لحضرتك حاجه، ان ال3 ضباط اللي توفوا اخرهم احمد بير رفاعي النهارده، الناس دي فادت مصر وفادت ناس كتيره، واحنا اصلا فادنا مصر كلنا. بقى في سعادتك بقى الاشاعات اللي طالعه، اصل ده كمين معمول للبوليس، اصل المتهمين فجروا المكان، ده فخ وكمين، مفيش كلام ده، ده قضاء ربنا، واحنا عاملين بقضاء ربنا، واحنا رايحين وعارفين، ولو هنروح لو في بومه موريه تاني هننزل تاني وهنروح تاني وهنتعامل تاني، وما عندناش اي مشكله. وعاوز اقول لحضرتك على حاجه، انا لما حصل الانفجار واصبت في راسي، انا يعني تاكدت ان انا يعني خلاص بنتهي، اتشهدت وطلبت من ربنا ان انا اتشاهد مع زمايلي اللي موجودين، ما كنتش عاوز انزل، وتنين في المكان لغايه لما خرجنا ونزلنا، وانا ما نزلتش، انا خليتني قاعد موجود في المكان، وخرجت اخر جزء عساكر الموجودين على قيد الحياه، في مجند للعلم فقد بصره اكيد، وشه كان محروق، العسكري نايم على ظهره، حاضن البندقيه في صدره، بقومه يا ابني انا المقدم محمد امير يطلع في الهرم قوم معايا، قال لي لا حضرتك انا ما اعرفكش مش هنزل معاك، طب سيب سلاحك ما خافش، قال لي لو حضرتك ظابط وعاوز تساعدني خدني بسلاحي ونزلني معاك، ودينا عند عربيتي تحت. الولد ده انا خدته ونزلت بيه لغايه تحت، ونزلنا تحت، الاسعاف كانت اتاخرت شويه، وعقبال ما جت ركبنا عربيه الاسعاف انا وهو، والعسكري نايم على السرير في عربيه الاسعاف حاضن السلاح، لغايه ما وصلنا للمستشفى وهو جوه بيتعالج ماسك حاضن في السلاح، لغايه ما جه قائد القطاع بتاعه خد منه سلاح. يعني مش عايز يسيب سلاحه مع انه فقد بصره. وعاوز حاجه، الكل كده مش العسكري بس، والكل عنده استعداد ان هو يعمل كده تاني، وحاجات كتيره ما اقدرش اقولها. انا كنت بسمع الحكاوي من الضباط في مواقف زي دي، بس السماع حاجه وان انت تعيش الموقف حاجه تانيه خالص. احنا الدور اللي احنا كنا فيه اتدمر بالكامل، والدور التحرير اتدمر بالكامل. انا عاوز اقول لحضرتك حاجه، من ضمن المواقف انا طلعت فوق عشان اطلع فوق من السطح عشان احاول اشوف اي حته اخرج منها، لقيت طفلين موجودين قاعدين لوحديهم، اسرته يعني والده ووالدته سايبينهم، الولد بيتكلم والده، طبعا والده مش مصدقه. انا دخلت بالتليفون على الوالد وفهمته ان في قنبله في البيت، وتعال الحق اولادك، وطمنت الاولاد ونزلت تاني، خدت العساكر اللي كانت موجوده في الاوضه، وخدت السلاح اللي كان موجود بتاعنا اللي في الاوضه، ونزلنا والحمد لله، ورحنا على المستشفى. معانا ضباط اصواتها بالغه، ربنا يشفيهم ويقوموا بالسلامه. عندنا 3 ضباط توفوا من خيره ضباط مصر، ونتمنى لهم الرحمه، ونحتسب عند الله شهداء، ونتمنى من الكل يدعي لهم. اتمنى بس من الاعلام ما اقعدش بقى نسمع كلام وحوارات في حاجات مالهاش، احنا معانا احنا شعبين في بلد واحده، الشعب الاخر بيصطاد في اخطائنا. الدوله الاسلاميه بتعلن مسؤوليتها عن الحادث، وهي مالهاش علاقه بالحادث ولا لهم اي دور في اي حاجه، وخليني مرتد، وان انا وان مقدم محمد امير صحى الهرم فطس ومات،
واحد اسمه مش عارف ايه عزوز ديودار، الكفره الكلاب، احنا لا كفره ولا كلاب، احنا ابطال وكلنا ابطال، وعيد وعيدنا ده عيد ابطال، وعندنا طول عمرنا ابطال. طبعا مقدم محمد، يعني انا يعني الصوره اللي انت وضحتها لنا صوره يعني يفخر بيها كل مصري، وهزيت مشاعرنا والله بما وصفته يعني. بس قول لي حضرتك يعني بعض التفاصيل يعني مهمه. حضرتك قلت لي ان التفجير تم، يعني مين اللي قاعد على كميه المتفجرات؟ انا بس عايز احنا حضرتك احنا من ضمن قوابل المأمورية، في التعليمات المستديمه عندنا ان لما نخش اي مكان في بلاغ او في مأمورية فيها حاجات عبوات لازم يكون معانا ضابط من الدفاع المدني. ضابط من الدفاع المدني ده بيبقى معاه معداته، ومن ضمن المعدات الاساسيه اللي احنا نقدر نستخدمها عنصر، العنصر ده انا اسف لفظ، الكلب بيخش يشم المكان مدرب على المتفجرات. الكلب سعادتك دخل لف في الشقه كلها، في اوضه على اليمين دي اوضه نوم، كان في عبوتين كده عباره عن جالون بلاستيك كده بتاع بويات، شك في المكان، بيروح هو بيدي اشاره، بيروح جالس على الرجال الخلفيه بيدي اشاره للمدرب بتاعه لان هنا في حاجه. الضابط الدفاع المدني المرحوم والشهيد عمرو ابو خالق، وده ضابط من اكثر الضباط، وكان في امريكا ومتدرب تدريب كويس جدا ولسه راجع من دوره، وضابط فاضل محترم، مش عشان هو مش عشان توفى فعلا، وده شهد زمايله الناس كلها عارفاه، بدا يتعامل مع العبوه مجرد بس لسه فيما بدا يتعامل مع العبوه حصل الانفجار. الانفجار كان شديد، كميه كانت كتيره، بقول لحضرتك الانفجار راسي خدت البلكونه، خدت الاوضه بتاعته لتحت، في احد المتوفيين نايم في الاوضه اللي فوق في الدور الخامس، لا سقط متوفي من شده الانفجار، ملوش اي ذنب، واحد ساكن قاعد في بيته نايم وامن في بيته، الانفجار ضرب فيه فوق، نزل مع الضابط ومع الامين ومع العنصر كلهم في اول دور تحت، والاثار الانفجار الافقي ضرب فينا احنا اللي كنا جوه الشقه. انا ما اوصف لحضرتك حجم الصوت وحجم الانفجار، محدش يسمعه. احنا كلنا عندنا انفجار، يعني انا عندي ثقب في الاذن، كل الموجودين عندهم كلنا طبلة ايدنا اتخرمت من شده الانفجار. فزع ورعب غريب، واجهه العماره كلها اتدمرت، العماره المقابله اتدمرت، العماره المجاوره الملاصقه للعقار على طول متدمره. ما كانش فيه سلم ولا ترابزين، الاسانسير بتاع اللي في الدور العلبه بتاعته اتخرجت بره، احنا نازلين على الحيطه مفيش سلالم. ده قضاء ربنا، مفيش اهمال مننا في حاجه. عمر ده عمر يعني اذا حضرتك بتقول انه اللي موجود من متفجرات كان كافيا لتدمير مصر كلها، فيعني فالشهداء انقذوا مصر يعني مما هو حق. الضباط اللي توفت دي انقذت الحاجات دي، كانت تتزرع في اماكن طبعا متعدده في ذكرى ال 25 يناير، كانت هتفيد ضحايا بدل ما يبقى ضحيه واحد واثنين وثلاثه زي ما احنا حصل عندنا النهارده، كان يبقى ضحايا كتير. هم في رساله عندهم عاوزين يحققوها، هم خلاص عندهم يقين وان الدوله دي مش هتقع الا بانهيار الشرطه والنتائج قدامهم في 25 يناير 2011 وفي احداث 14/8/2013، عرفوا ان البلد بتبوظ وبتسيب بضرب الشرطه. هم ده حربهم. يعني هو هدفه اسقاط الشرطه والقضاء عليها يعني. تمام، هو دي حضرتك دي الرساله اللي هي عندهم، ولازم انتوا تساعدونا كاعلام حتى لو عندنا سلبيات تتجاوز، يعني ما بقولش تتجاوز عنها، بس بلاش نقعد في البرامج نقعد نتتوالها ونجيب المواطن اللي عنده المشكله ونقعد نقطع في ضابط ونقطع في امين شرطه ونقطع دي الحاجات دي، لو احنا عاوزين نخاف على بلدنا خلي السلبيات دي تتحل داخليا بيننا وبينكم، بيننا وبين الاعلام براحتنا، بيننا وبين علاقات الاعلام عندنا، مش لازم سلبياتنا تتفضح واحنا اجاباتنا اكتر. انت سعادتك هات اي واحد يجي معايا بلاغ زي ده او يجي مأمورية زي دي هيسيبني على اول الشارع، محدش يطلع معايا. دي في الايجابيه بتاعتي، السلبيه بتاعتي مصر كلها بتتكلم فيها. انا عاوز حضرتك الايجابيه اهتموا بيها، والسلبيه دي نعدي المرحله اللي احنا فيها والحرب البارده اللي احنا فيها دي، وبعد كده نتحاسب على اي حاجه. واحنا اصلا الوزاره عندنا ما بتسيبناش. اي جهه في الداخليه عندنا اي ضابط بيخطأ بيتحاسب
قبل مدنيا او اداريا او جنائيا بتحاسب من قيادتهم مباشره. الاعلام بيزود علينا، الاعلام بيوتر الضباط، الاعلام بيوتر المجندين، بيوتر الافراد. لو في موقف في الشارع بيتعمل حساب للاعلام قبل اي حاجه عشان ما يبقى واقفين في مشكله 300 واحد بيمسك تليفون بيصور، بيصور الجانب بتاعنا فقط. طب انا راجل ضابط في الشارع او امين في الشارع معايا مشكله، ايه اللي انا اكيد مش مجنون عشان اقعد اعمل مشكله مع حد في الشارع لوحدي، اكيد في طرف بيسرني او بيجر شكلي عشان اخش معاه في مشكله. المواطن بيمسك التليفون، مصر كلها بقت معاه التليفونات، كله بقى مخرجين وكله بقى هو. اقول لسعادتك على حاجه، انا في ناس بتوحنا واحنا واقفين في الخناقه او اي مشكله في الشارع، صور يا ابني وابعت على صوت الابراشي، يعني بيخوفوا الامين والضابط بوائل الابراشي في الشارع. ناس لما تصور الموقف من جنبين، موقف الضابط وموقف المواطن، انا غلطان اتحاسب والمواطن غلطان يتحاسب، وده مش وقته في الفتره اللي احنا فيها. انا عندي ايجابيات وعندي اساسيات عاوز اعملها، ساعدوني انت كاعلام ان انا اقدر ادي حق البلد واجيب ايجابيات اللي موجوده. السلبيات دي ممكن نحلها مع بعض، ما نخليش فرصه للطرف الاخر يستغلها. انت خد سعادتك على صفحات الاخرى، والشعب الاخر اللي عايش معانا بيستغل الخطا اللي موجود وبيقعد يكلم فيه ويعمله هو ماده ليه بيقاوي بيه اطرافه وانصاره بينا بايدينا احنا، هو ما عندوش حاجه يعملها، هو بيلعب على اخطائنا. مش عايزين ندي فرصه لحد يشمت فينا. عندك حاجه في بعض الجوانب، بس بعض الجوانب مقدم محمد هي طبعا مش مجالها، يعني انت في كل الاحوال بطل نحتفل بيه يعني، لكن ساعتك مش في الشارع، انا اللي في الشارع وانا اللي شايف. عندنا اخطاء، عندنا اخطاء، بس اخطاء مش بايدينا. انا مش راجل، انا راجل عاقل وبنزل الشارع، ما جيت بجرش على شكل وبجر على مشكله، انا بدور على حق الناس في الشارع. انا لو شلت ايدي الدنيا هتبوظ، لازم ابقى موجود وقريب من الناس وبساعد الناس. ساعدتك انت راجل بتحتك بالشارع وانت اضرب الشارع عننا كمان. انت تشوف حالتك لو انت ماشي في الشارع، وشوف سواق ميكروباص ممكن يعمل معاك ايه، ممكن تشوف سواق توك توك يعمل معاك ايه، شوف انت الحوار اللي ممكن يبقى معاك ايه. الاخلاقيات في الشارع مش مظبوطه يا استاذ وائل، لازم يبقى في شويه عنف. ما بقولش عنف اللي احنا ناذي حد، بس لازم تدخل. انا مش هقول لواحد مجرم يروح لوحده بعدين. عنف اللي هو القبضه الحديديه المتمثله في القانون، الإحكام. يعني احكام السيطره واحكام على موقف. ما بقاش هنزل في مشاجره بقى لها نص ساعه شغاله وحاز يقول لي يا جماعه لو سمحتوا اصبروا، الناس بتصورني وانا بمسك في المتهمين. طب ما بتصورش الخناقه في الاول ليه؟ بتصور الخناقه في الاول وتيجي تقول الشرطه ما بتنزلش. الشارع والكاميرات اللي في الشارع والتليفونات اللي في الشارع بتشغل الموقف على مزاجها، سواء ليها او عليها. احنا اخر حد، ما حدش بيقف جنبنا على فكره، ما حدش بيساعدنا، احنا بنساعد نفسنا بنفسنا. موقفنا الايجابيه ما حدش لازم يحصل شهيد، لازم يحصل يموت، حد يموت عشان يدوله الايجابي. انا مش لازم اموت عشان ابقى ايجابي، انا بعمل شغل ايجابي وانا عايش على رجلي وسليم. عندك حق في بعض الجوانب، بس خلينا اقول لك انه اتمنى من حضرتك وجميع الاعلاميين يعني نعدي المرحله اللي جايه دي على خير، والناس كلها اتكلمت في موضوع الموضوع الاعلام ده، الناس كلها اتكلمت فيه. بس والله احنا مظلومين في موضوع الاعلام. الموضوع بتاع العبوات والشقه، انا شاهد واقعه وكنت موجود. انا سمعت 300 روايه و300 موضوع، والواد قابلنا على باب الشقه وفجر فينا الحزام الناسف وعمل كده، ما حصلش الكلام ده خالص. اللي حصل انا حكيته لحضرتك. طب الارهابيين اللي تم، هل كلهم؟ انا معلوماتي حضرتك اللي عنهم عشان اتنقلت على المستشفى وزمايلي هم اللي كملوا التحقيق، ان في معانا متهم في العربيه تحت، كان معاه امين شرطه وقعد معاه في العربيه، البلكونه وقعت على الميكروباص، الامين توفى والمتهم هرب، بس الاهالي شافوه بالكلبش ظبطوه. بالنسبه للاربع متهمين اللي عندنا، في ولد ظبط وفي واحد توفى واثنين على ما اعتقد لسه هاربين. ما زال التحقيقات شغاله، وما اعرفش طبعا، انا معذور عن شغل بقالي يومين، فما اعرفش وصلوا لايه بالنسبه لبيت المتهمين. في جزئيه ثانيه، انا تسمح لي بس، انا جريت الوفد منزلاني في الجورنال ان انا شهيد وحاطين صورتي بشهيد. انا ما ده شرف طبعا، بس انا برضو دي من ضمن اخطاء الاعلام ان هم بيذيعوا حاجات غلط. انا ليا اهلي وليا اصحاب وليا قرايب كله عامل يسأل عليا، وانا بقالي يومين في المستشفى، والنهارده جت الوفد منزله خبر ان انا الشهيد محمد امين. الاعلام والجرايد تتلقى الفحص كويس. عندنا لازم يبقى في جهه اتصال بينها وبين الاعلام والعلاقات عندنا في الوزاره، يديها البيان المظبوط عشان لما يخش يطلع على قناه او يطلع على جورنال يديله البيان المظبوط عشان يبقى كلام واحد.
المراسل بينزل عاوز يعمل سابقه، بيقعد يسمع كلمه من هنا وكلمه من هنا ويروح مقلب بيت الروايه عشان يلحق يدي القناه بتاعته او الجريده بتاعته. في جهاز اتصال عندنا كاداره اعلام وعلاقات في الجيزه، في وزاره امن الجيزه، مسؤول عليها اللي هو سيد اللي هو ياسين صيام راجل محترم، وعندنا اداره عمل علاقات الاعلام في الوزاره ماسكها سيد المساعد اسامه عبد الكريم راجل محترم. لو اي قناه او اي جريده خاطبت الناس دي هيديها السيد اللي هو ابو بكر عبد الكريم، اللي هو ابو بكر عبد الكريم، ابو بكر عبد الكريم هتدي له البيان مظبوط. سعادتك هيجي لك البيان قدامك لما حضرتك تدي البيان، ادي بيان مظبوط ايه اللي حصل وايه الوفيات والعبوه ايه اللي حصل بالظبط، علشان الناس اللي في المواطن اللي في الشارع يبقى عارف والدنيا تبقى عارفه. مش موضوع واحد في 300 روايه، مين هيصدق مين؟ محدش هيصدق حد. انا بقول لحضرتك انا شاهد واقعه وحكيت لك التفاصيل كلها، اي حاجه غير اللي هتقال دي مش مظبوط. عندك حق في كل اللي قلته، مش وقت المناقشه، بس انا عايز بس اقول لحضرتك ملاحظه. انا بشكر حضرتك ان انت اديتني فرصه ان انا اتكلم. لا لا بالعكس، وانا يعني اذا كانت لنا اخطاء نحن ايضا يعني مفيش قبيله ملائكيه كلنا، بس كمان انا عايز اقول لحضرتك ملاحظه انه الكشف عن بعض الاخطاء لا يمكن ابدا انه يصيب الشرطه بالكامل ولا يؤثر بالكامل، مفيش قبيله ملائكيه هتلاقي من يصيب ومن يخطئ. بالنسبه لحركة الداخليه الكلام ده بيخطر فينا جدا على فكره. بيحصل ايه؟ الكلام بيأثر. بيأثر جدا على فكره. لا يعني يجب الا يؤثر، بدليل انه الوزاره نفسها تاخذ موقفا وبتعمل اجراءات ضد من يتجاوز، لان اللي بيتجاوز كمان بيسيء للشهداء. بس عندك حق في انه ممكن تكون التركيز على بعض التجاوزات بياخدوا البعض بما يسيء لجهاز الشرطة بالكامل، وده خطأ وخطيئة لا يجب أن يسقط فيها أحد يعني. إنما خلينا في الموقف البطولي، أنتوا أديتم موقفا بطوليا ويجب أن نسلط عليه الضوء، وعتبك على الإعلام عندك حق في جوانب كثيرة منه، لكن الصورة اللي حضرتك وضحتها لنا صورة مضيئة، وإن شاء الله يعني هنا بس اللي أنا عايز أسأل حضرتك فيه حكاية المناطق السكنية، يعني وأنت بتقول لي حجم المتفجرات كبير وإحنا في منطقة سكنية، وده كان الجديد عند الناس، يعني شقة جوه عمارة سكنية في منطقة مكتظة وفيها هذا الكم الكبير من المتفجرات، يعني ده يعني ربما يتطلب دراسة أمنية لمواقف مماثلة. والحمد لله يعني إنه ما قمتم به، بس شايف إنه دي يعني سابقة، ربما هي الأولى من نوعها بهذا الشكل، هذه الكمية الكبيرة من المتفجرات في شقة. يعني دايما كان بيتم تخزينها في مزرعة في حضن الجبل، تصنيعها زي عرب شرقس مثلا كانت في حتة الكم من المتفجرات، بس دي السابقة هي الأولى من نوعها يبقى في هذا الكم الكبير في شقة في عمارة سكنية في منطقة مزدحمة. يعني دي حضرتك دول النسبة الأربع متابعين الموجودين، دول عناصر هاربة من مناطقهم، يعني عشان برضه أوضح لك صورة، هم الأربعة أصلا من محافظة الجيزة، ثلاثة منهم من مركز، من أحد مراكز جنوب الجيزة، ومركز منهم يشتهر عنه أعمال الإرهاب، مركز في شمال الجيزه. الاربعه دول هربانين من محل اقامتهم. طبعا اي ملك عقار ومع موضوع القانون الجديد ده اهم حاجه الايجار يدفع، ملوش دعوه مين اللي بيسكن، الناس دي بتقعد بتستخدم المكان ده. طبعا الكميه دي لو اتفجرت في العماره هتدمرها زي ما حصل كده بالظبط، بس هو مش مقصود بقى العماره ولا المنطقه السكنيه، هو المقصود ان هو بيبدا يجهز في المنطقه دي، والناس طبعا واحد مهندس ميكانيكا، واحد بكالوريوس زراعه، وواحد اصلا استاذ انجليزي مدرس انجليزي، وقال واحد فيهم كان دبلوم صنايع. ناس داخله خارجه محترمه، ولو سالت البواب ولا سالت الساكن ولا سالت الساكن اللي قدامه ولا وراه، ناس محترمه وداخله في حالها وما بشوفش عنهم حاجه وحشه، فقاعدين جوه بيصنع وبيجهز، وبيجي المندوب بتاعه او هو بينزل ياخدها يزرعها في اي حته ويحقق اللي هو عاوزه. وتاخد واخد بعضه ويمشي، انما هو مش مقصود طبعا بيه العماره اللي هو قاعد فيها، ولا مقصود بيه المنطقه السكنيه اللي قاعد فيها، هو بيجهز العبوه على منشاه عسكريه، منطقه مكتظه بخدمات شرطيه، محطه اتوبيس، هو ده الغرض منه. هم طبعا ما يتوقعوش ان احنا هنوصل لهم. ان انا عاوز اقول لسيادتك على حاجه، الكميه اللي كانت موجوده مش موضوع عبوه ولا عبوتين والله. كميه التوصيلات والبوردات اللي موجوده ودوائر الكهرباء اللي موجوده على الاقل مش 1000 او 2000 عبوه
فجريه. مش موضوع بقى واحده ولا اتنين، والله اكتر من عبوه. الكميات اللي معموله دي ده حاجات شغل بتاع كميه، عيش بقى السنه كلها على الوضع ده، واحده هنا واحده هنا، واقعد اجري انت حضرتك ورا القنابل دي ومين مصدرها. بس كلها مع التفجير لم تنفجر يعني. الحاجات التوصيلات الكهربائيه دي مش موصله بماده مفجره، ما هي حضرتك يعني اللي انا عارفه، انا مش خبير مفرقات. بس كان هي لسه قصه هيوصلها بعد كده يعني لما هي يجي بتبقى ينفذ. العبوه عباره عن ماده اللي هي مفرقعه، كسواء تي ان تي او نترات، بتوصل بمفجر بدائره كهربائيه. الدائره الكهربائيه دي بتبقى يا اما تليفون يا اما جهاز الانذار بتاع العربيه. كميه الانذارات اللي موجوده، كميه الدوائر الكهربائيه اللي موجوده عشان تركب على العبوات تتجاوز ال 2000 2000 دايره كهربائيه جاهزه، يعني ب 2000 عبوه. استخدم هنا في الجيزه، هستخدم في القاهره، هتستخدم في سيناء، هستخدم في اي حته، كله موصل ببعضيه. الاربع متهمين الموجودين من اطراف الجيزه، ثلاثه من الجنوب وواحد من شمال الجيزه وبالاخص مركز كرداسه، قاعدين بيجهزوا شغل 25 يناير علشان يوقعوا البلد في 25 يناير. طيب الحمد لله انه الحمد لله. تم احباط هذه العملية، وانا بحيي حضرتك على الدور البطولي اللي قمتم به في هذه العملية، والشهداء الذين استشهدوا من زملائك يعني هم ذهبوا الى المقام الاعلى والى المكان الافضل، والشهداء هم اللي بيحمونا ويدفعونا ثمنا من أجل حماية الوطن. يعني بتوجه لحضرتك بالشكر، وإن شاء الله يعني تقوم لنا بالسلامة. يعني حالتك الصحية إيه؟ الحمد لله أنا كويس. أنا أعتبر أنا أقل إصابة في الضباط، في 3 ضباط مصابين ما زالوا في المستشفى بتمنهم الشفاء، وثلاثة من خير الضباط مصر، وفي طبعا احمد بن رفاعي كان توفى النهارده والبقاء لله وانا بعزه. ضابط الامن الوطني قال ضابط الامن الوطني استشهد اليوم، والضابط ده كان ليه دور جامد جدا في الماموريه ديت، وربنا يرحمه ويحتسبه عند الله شهيد. اللي هو الدور المعلوماتي بقى، دور المعلوماتي، واللي احنا انا اسعدتك انا الخندوق مقدم محمد. طيب نشوفه لانه عايز يكمل حاجه كده. بس يا جماعه شوفوا اللي حصل فيه، زي ما قلت لكم كان في بعض الروايات بتقول ان الارهابيون نصبوا كمينا. هو وضح لا احنا رايحين وعارفين انه هذه الشقه موجود فيها مجموعات ارهابيه، وهم طبعا اكتشفوا هذا الكم الكبير من المتفجرات وفقا لتعبيره، بيقول انه كانت كافية لتدمير مصر كلها. مقدم محمد كنت عايز تكمل. بعد كان دور حضرتك، انت بتقول هو دوره كان معلوماتي، كان دور حضرتك ايه؟ وانا كان دوري تأمين المأمورية بصفة رئيس مباحث الدايرة، وهم كان دورهم، هم دورهم كل حاجة، هم ابطال المأمورية، سواء احمد بن رفاعي الله يرحمه، وطبعا السيد محمود بابو المجد بصفه ضابط امن مركزي ومعاه القوات بتاعته، بحيث ان يبقى معانا في تامين المأموريه لو في اي تعاملات مع القوات المتهمين الموجودين. وطبعا عمرو بيه عبد الخالق الله يرحمه برضه كان دوره فحص المكان عشان يعرف يحملنا المكان واحنا هنخش. هم دول الابطال، وهم دول ضحوا بنفسهم، مش نفسهم بس، ضحوا بنفسهم علشان يعني. انا صدق انا عاوز اقول لحضرتك حاجه، توقع شوف العبوات دي لو كانت اتزرعت في اي اماكن، شوف الضحيه كده قد ايه. الناس دي ضحت بنفسها عشان غيرها، بس غيرها مش حاسس باهاليهم دلوقتي فيهم ايه. الضباط دي 24 و26 سنه، احمد بن رفاعي 38 سنه، كل واحد متجوز وعنده اولاد، ما يعرفش اولاده دي هتعيش ازاي، ولا حد يسال عنهم. بيجوا جنازه عسكريه ويومين وبعد كده ما حدش يسال عن حد، ولا حد يسال على طفل ضابط ولا هو عايش ازاي ولا هو عاوز ايه. والناس دي ضحت عشانهم ومحدش يسال على اهاليهم بعد كده، ولا حد يحس بوجع امه ولا اب ولا ابن بعد كده. هي القصه كلها خبر في التلفزيون وجنازه عسكريه وسلام عليكم متشكرين. محدش بيحس بحد على فكره. والله مقدم محمد انا يعني بحيك. صحيح انت طالع يعني مثخن بالجراح من هذه العمليه وعندك حاله
يعني انفعال مطلوب وحماسة مطلوبة، بتتكلم بوضوح وبشفافية فعلا. يعني يتم الاحتفاء بالشهداء لبعض الوقت ربما لنفس اليوم وخلاص، ثم نطوي هذه الصفحة، لا أحد يسأل عن عائلاتهم ولا عن أطفالهم، ولا المجتمع بيهتم حتى بأنه يشوف لو في حد منهم عايز حاجة، عايز علاج، عايز شغل، عايز اهتمام. عندك حق باشا حضرتك، كل ضابط من دول بيبقى مسؤول عن أسرته كزوجة وأولاد، ومسؤول عن أهليته. الأب والأم والزوجة والأهلية والأولاد بيفتقدوا ابنهم ومحدش يسأل عنه بعد كده. هي آخرها زي ما قلت سيادتك كده، جنازة عسكرية وعمرة وتكريم في عيد الشرطة، وبعد كده مفيش أي حاجة تانية. محدش بيعوض حد عن ابنه. عندك حق، عندك حق. الـ 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 الصدق الشديد يا جماعة مطلوب، والمصارحة الشفافة مطلوبة جدا. الشهداء، والنهاردة في حد كان بيقول للرئيس العلاج وبتاع، فقال له انت يعني جاي محتاج اذن او محتاج موافقة، يعني ايه اللي يخلي عائلة شهيد حتى تتكلم عن علاج ولا تتكلم عن مشاكل؟ ده لا يجب ان يتحدثوا عن مشاكل، يجب ان تحل لهم المشاكل قبل حتى ما يبقى فيه اي مشكلة من الاصل. لكن للأسف الشديد كلامك صحيح، واضح انه صراحتك قاسية، بس هي من القسوة المطلوبة. يعني بشكرك يا زويل، وطولت على حضرتك، ومتشكر جدا انت اديتني الفرصه ان انا اتكلم بوضوح كده بعد اذنك. شكرا، بتوجه لك بالشكر وتقوم